لماذا رأس الإمام العباس عليه السلام لم يرفع مع بقية الرؤوس على الرمح؟ لم نسمع بهذه الرواية لا من خطيب ولا من باحث ولا من مؤرخ. إنها قصة مذهلة وتستحق الاهتمام. هل كان رأس العباس عليه السلام مع الرؤوس التي حملت إلى الشام؟ من أروع قصص الطفة يذكر أنه لما أدخلت الرؤوس على يزيد بن معاوية كان رأس الحسين عليه السلام في أولها وقد وضع في طست أمامه، ثم أخذ يتخطى بقية الرؤوس متفحصاً وهي مرفوعة على الرماح، وأخذ يسألهم عن أصحابها فيجيبونه هذا فلان وهذا فلان. وبينما هو كذلك إذ لفت انتباهه رأس مهيب موضوع في سلة معلقة في عنق جواد، وكانت هذه عادة العرب في ذلك الوقت لحمل رأس القتيل الذي لم يهزمه أحد في المعارك، حيث يعلق في عنق الجواد فخرا بقتله. فتسمرت قدماه أمام ذلك الرأس منبهرا ومتعجبا، فقد كان يشع بالنور والجمال رغم عظيم جراحاته. اقترب منه وشاهد سهما مكسورا في عينه اليمنى وقد شج العمود هامته بجرح بليغ قاتل، كما نالت السهام والرماح منه بشديد الجراح. فسألهم لمن هذا الرأس؟ فأجاب أحدهم إنه رأس العباس بن علي. فقال يزيد وما كان شأنه؟ فقالوا له كان قائد القلب لعسكر أخيه الحسين وحامل لوائه. فسأل أين اللواء؟ فأجابوه إنه مع الغنائم أيها الأمير. فقال لهم علي به؟ ثم رجع إلى مجلسه أمام الرؤوس، فأتاه اثنان من الجند يحملان اللواء وكانا يتمايلان به يمينا وشمالا لثقله، هو لواء أمير المؤمنين وقد حمله بين يدي رسول الله في 83 غزوة، حتى انتهوا به إلى يزيد ووضع بين يديه. فنظر يزيد إلى اللواء وقد هاله ما رأى من الضرب والتمزيق وآثار السيوف والرماح والنبال التي ملأته، إلا موضعا صغيرا بقي سالما وقد طبعت على مقبضه الحديدي قبضة كف أبي الفضل العباس. كانت تلك اللحظة خارج شعور يزيد، حيث سيطرت عليه هيبة هذا المقاتل الفريد، فنهض وقال مقولته الشهيرة التي حملها التاريخ: أبيت اللعن عباس، هكذا يحمل اللواء وإلا فلا. ثم التفت إلى أصحابه وسألهم كيف كان قتال القوم؟ فأجابه الشمر متملقا كعادة الجبناء وقال لقد كان شربة ماء أيها الأمير. وأيده خول بن يزيد الأصبحي قائلا كأنه لقمة طعام، وقال آخر كأنه حلبة صيد يسير. ولكن يزيد انتبه إلى فارس يقف قربهم، كان يهز رأسه معترضا وقد بدا عليه العجب مما يقولون. فسأله يزيد ما قولك أنت؟ فلم يجب. فعاد عليه يزيد ما قولك؟ فقال الرجل ألي الأمان أيها الأمير. قال يزيد لك الأمان تكلم. فقال والله لقد برز لنا قوم مرغوا الأرض بدمائنا، وأشار إلى رأس العباس بن علي وقال لما برز لنا صاحب هذا الرأس فررنا بين يديه كالجراد، وكنا ما بين هارب ومقتول. لقد وقف في الميدان ودعا خيرة أبطالنا للمواجهة فلم يسلم منه أحد، ثم توجه إلى النهر وكشف الكتائب وهزم الفرسان، ولم يثبت له أحد حتى ملك الفرات بسيفه وملأ القربة. فقاطعه يزيد سائلا وكيف قتل؟ فأجابه الفارس وقد طأطأ رأسه إلى الأرض قتل غدرا، لقد أطلقنا عليه آلاف السهام فلم يرتدع، وأحاط به الجيش بين ضرب السيوف وطعن الرماح ورشق النبال والحجارة فلم ينكسر، ولم نتمكن من القربة حتى قطعنا كفيه غدرا. عند ذلك على صوت نحيب وبكاء من بين السبايا، فانتبه يزيد لذلك وسأل من هذه الباكية؟ فقيل له إنها زينب بنت علي، بكت لما سمعت موقف أخيها وما جرى عليه. فما كان من يزيد إلا أن دفع لهم باللواء قائلا ابعثوا إليها بلواء أخيها أمامنا لننظر ما تصنع به، وكان بذلك يريد التشفي منها، فانتهوا إليها بذلك اللواء. فلما أخذته ضمته إلى صدرها ووضعت وجهها على مقبض اللواء تشمه وتقبله وتغمره بدموع عينيها وهي تبكي بكاء يشق القلوب ويقرح الجفون، وهي تقول فداك نفسي يا كفيلي، أين أنت يا أختك؟ أين أنت؟ هذا هو العباس بن علي عليه السلام، حامل لواء الحسين عليه السلام وقائد عسكره كما شهد له أعداؤه وقاتلوه. السلام عليك يا كفيل زينب عليها السلام، لطفا منك أيها القارئ الكريم إذا أتممت وتأثرت بها أن ترسلها لمن تحب لتعم البركة على المؤمنين بالحزن والبكاء على فاجعة الرسول صلى الله عليه وآله بأهل بيته وذريته الطاهرين، ونسألكم الدعاء بحاجتكم الطيبة الخالصة.